السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ترم تاني بإذن الله يكون ترم سعيد عليكم. طبعا احنا الترم اللي فات الحمد لله يعني خلصنا الترم على خير، وأتمنى تكون ان انتوا حليتوا كويس في الامتحان. ان شاء الله بإذن الله نبتدي الترم ده. عايزين نهتم يا جماعة شوية بالترم ده، كويس قوي. الترم ده مهم جدا بالنسبة لكم، كورس طويل شوية لكن إن شاء الله يبقى سهل عليكم. لكن أتمنى إن احنا نذاكر أول بأول، وإن شاء الله ما يكونش فيه عندنا أي مشاكل بإذن الله. احنا الترم ده الترم بيتكلم عن الاستريسز. احنا الترم اللي فات خدنا الانترنال فورسز. الانترنال فورسز اللي احنا خدناها خدنا نورمال وشير هوموند. الترم ده احنا هنبدأ نتكلم عن الاسترس. اي حمل في الدنيا بيولد اجهاد، اي حمل يولد اجهاد. طيب انا الاسترسز عندي انواع. عندنا حاجة اسمها نورمال ستريس وبنديلها رمز اف، وعندنا حاجة شير ستريس وبنديلها رمز كيو او تاو. النورمال ستريس نديله رمز اف او سيجما. طيب انا عندي نوعين من انواع الاجهادات، نورمال ستريس وشير ستريس. احنا خدنا الترم اللي فات الانترنال فورسز. ايه الانترنال فورسز اللي احنا خدناها؟ خدنا نورمال وخدنا شير وخدنا مومنت. طيب لازم نخلي بالنا من حاجه. احنا الترم اللي فات كنا بنتكلم على اي جسم عندنا ان بلين في المستوى، يعني كنا بنقول نورمال شير مومنت. لكن انا اي جسم عندي في الحقيقه بيبقى ليه ثلاث محاور، ليه محور اكس وليه محور واي وليه محور زد. لو انا عندي اي جسم بالشكل ده، الجسم بتاعي هيتحرك او ليه تلات محاور اكس وواي وزد. النورمال فورس احنا عارفينه من الترم اللي فات، النورمال فورس ده مفيش فيه اي مشكلة. لكن المومنت هو اللي فيه مشكلة. ليه؟ قال لي ان المومنت، انا الجسم بتاعي ممكن يلف حوالين محور اكس. الجسم يلف حوالين محور اكس، لو عملنا تلات محاور كده بايدينا، الجسم بتاعي ممكن يلف حوالين اكس، ممكن يلف حوالين واي، ممكن يلف حوالين زد. اذا معنى ان الجسم يلف حوالين اكس او واي او زد يبقى هو ليه ثلاثة مومنت. احنا لما نيجي نتكلم الترم ده مش هنقول نورمال وشير مومنت كده وخلاص، لا، حضرتك هتقول نورمال وهتقول ام اكس، هتقول ام واي، هتقول ام زد. ام اكس والام واي دول يعني المومنت بيلف حوالين اكس او بيلف حوالين واي او بيلف حوالين زد، تمام. يبقى انا عندي الستريسز هتتولد نتيجة الانترنال فورسز اللي احنا خدناها الترم اللي فات، ولكن لازم تكون سبيسيفيك بقى شوية. يعني ما ينفعش تقول لي مومنت وخلاص، لازم حضرتك تقول لي المومنت بتاعي الجسم ده هيلف حوالين محور اكس ولا هيلف حوالين محور واي ولا هيلف حوالين محور زد. طيب احنا اتفقنا ان احنا عندنا نوعين من انواع الاسترس، نورمال استرس وشير ستريس. هقول لكم الفرق ما بينهم دلوقتي، ولكن عايزين نعرف الفورسز اللي احنا خدناها هتولد ايه. طبعا انا بقول لك من دلوقتي ان النورمال فورس اللي هو الان اللي احنا كنا بنحسبه الترم اللي فات وبنرسم له رسمه النورمال فورس دايجرام. يبقى الترم اللي فات كنت بترسم نورمال فورس دايجرام عشان تطلع قيمه النورمال فورس اللي هي هتولد لي نورمال ستريس. نركز في الكلمتين عشان مهمين جدا. عندنا كمان الام اكس والام واي هيولدوا نورمال ستريس، اما الشير والام زد ده بيولد شير ستريس. الام زد ده بنسميه تورشن، عزم اللي، اللي هو انت لو عندك اي جسم لفيته حوالين المحور بتاعه لويته ده اسمه تورشن. عشان نفهم القصة دي، احنا لو احنا بنتكلم على اي كاميرا، الترم اللي فات كنا بنرسم الكاميرا خط،
الخط انا كنت بقول لكم يا جماعة خلي بالك، الخط اللي احنا كنا بنرسمه ده كاميرا كده، ده الخط ده يعبر عن سنتر لاين الكاميرا، لكن الكاميرا في الحقيقة هي ليها ابعاد في الاكس وفي الواي وفي الزد. ده شكل طبعا الكاميرا، تمام. يبقى اذا انا عندي كاميرا مجسمة ليها اكس محاور اكس وواي وزد. يعني انا لما اجي ابص للكاميرا دي من الناحية دي كده في السايد فيو، هيطلع عندي القطاع بتاعي ده اسمه ايه بقى يا جماعة؟ اسمه قطاع. القطاع ده شكل الكاميرا، ممكن يبقى مربع، ممكن يبقى مستطيل، يبقى دايرة، يبقى حرف تي، حرف ال، على حسب قطاع الكاميرا. إذا الكاميرا في الحقيقة هي ليها قطاع، ليها شكل. طيب يعني ايه نورمال؟ يعني ايه نورمال؟ نورمال يعني عمودي، يعني ترجمة كده نورمال يعني عمودي. طيب احنا لما كنا بناخد النورمال فورس، كنا النورمال فورس في انهي اتجاه؟ كانت اتجاه الكاميرا، صح كده؟ طيب منين انا بقول ده نورمال فورس، ومنين انا بقول ان هيديني نورمال ستريس عمودي؟ قال لي لان احنا الاستريسز بتتولد على القطاع. الاستريسز بتولد على مين؟ على القطاع. يبقى انا شغلي كله يا جماعه الترم ده بيعتمد على قطاع الكاميرا، يعتمد على قطاع الكاميرا. بمعنى حضرتك النورمال ده في الاتجاه ده ماشي كده، عايز حد يقول لي اسقاطه ايه؟ اه خلي بالك، ما هو ده مش جسمه، ده جسمه مختلف. لا ده الفيجن وده سايد فيو، يعني في الاخر هو جسم واحد. لو انا لو عندي قوه كده 10 طن، تظهر ايه على القطاع؟ تظهر نقطه، تظهر نقطه، يعني انا مش شايفها، يعني عمودي على القطاع، عمودي على القطاع. عشان كده قلت ايه نورمال فورس، عشان كده قلت ايه نورمال فورس. طب لو شير، احنا الشير كان في انهي اتجاه؟ كان كده مظبوط، ده كان شير. طب ده عمودي على مين؟ عمودي على القطاع، لان انا لو جيت اسقطته هلاقيه جاي كده عمودي، او عايز يعمل قص للقطاع، عايز يقص الكاميرا، عايز يقص الكاميرا كده، تمام. يبقى احنا لازم نعرف ان احنا عندنا نوعين من انواع الاستريسز، نورمال ستريس وشير ستريس، نورمال ستريس وشير ستريس. والاستريسز بتعتمد على القطاع، عشان كده انا لازم كل الفورسز بتاعتي ابدا اشوف هي هتعمل نورمال ولا هتعمل شير. هنبتدي احنا ندرس الاول النورمال ستريس، هناخد ديو تو ان بس، وبعدين ناخد نتيجة ام اكس بس، وبعدين نتيجة ام واي بس، وبعدين نبتدي نعمل كومباينيشن ما بينهم، اخد نورمال مع ام اكس، اخد نورمال مع ام واي، اخد ام اكس مع ام واي، اخد التلاتة مع بعض علشان اخد كل الحالات اللي ممكن تيجي على اي element عندي او اي جسم، ايه شكل الاستريسز اللي ممكن تقع عليه. طبعا ندخل بعد كده في الشير ونشتغل نتيجة الشير فورس ونتيجة التورشن مومنت. هنبتدي النهاردة إن شاء الله بالنورمال ستريس ديو تو ان. خلي بالك احنا اتفقنا اي كاميرا عندنا لما بقطع فيها، الترم اللي فات قلنا ايه؟ هيتولد انترنال فورسز. الانترنال فورسز نورمال شير مومنت. لا احنا قلنا مفيش مومنت، احنا قلنا اسمه ام اكس او ام واي او ام زد او كلهم مع بعض على حسب المنشأ بتاعي. طيب انا دلوقتي بقول لك نتيجة نورمال فورس فقط، خلي بالك نورمال فورس بس. يعني هل انت الكاميرا هيبقى فيها مومنت وانا ههمله؟ لا، حضرتك لما تقطع مش هيتولد عندك غير نورمال فورس بس. طب حد يقول لي زي ايه؟ ايه الحاجة اللي احنا خدناها الترم اللي فات لو قطعنا فيها ما كانش يطلع غير نورمال بس، والمومنت يطلع بصفر والشير يطلع بصفر؟ تمام، اللينك ممبر. احنا خدنا اللينك ممبر الترم اللي فات وقلنا ان اللينك ممبر عرفنا ان مفهوش غير نورمال فورس بس. خلي بالك ان احنا الترم ده معتمد تماما على الترم اللي فات، لازم تكون عارف الانترنال فورسز كويس وتعرف ترسم الانترنال فورسز، لان انا هاخد من الترم اللي فات الانترنال فورسز اكمل عليها على الاسترس. يبقى انا دلوقتي
هدرس الاليمنت اللي فيه نورمال زي اللينك ممبر او التراس. يبقى اللينك ممبر او التراس هما الاثنين اللي ممكن الاقي فيهم نورمال فورس فقط لا غير. طيب انا دلوقتي لازم اول حاجه اعملها، انا عندي دي الكاميرا الاليفيجن وده القطاع اللي هو الكروس سيكشن، لازم اخلي بالي بقى من حاجه مهمه جدا. ايه هي حضرتك؟ اول حاجه لازم من المحاور تخلي بالك، لازم حضرتك تفرض محاورك، انت اللي تفرضها. احنا اتفقنا ان احنا شغالين على مين؟ على القطاع. فانا حطيت محاور القطاع اكس واي، يبقى فين زد؟ نقطة. طيب حد يعرف يقول لي يبقى المحاور على الكاميرا هتبقى ايه؟ تمام، لما القطاع ده لما يجي هنا يبقى هلاقي المحور الافقي ده اصبح زد، الرأسي زي ما هو واي مظبوط، والاكس هيبان نقطة. كأن حضرتك بالظبط بصيت من هنا كده على القطاع عشان تشوف الاليفيجن بتاعك، فلقيت ايه؟ الاكس هلاقيه نقطة، الواي هشوفه زي ما هو، اما الزد هلاقيه خط. طيب ايه الاجهاد اللي يعمله النورمال فورس؟ خدتوا انتوا بقى حضراتكم الترم اللي فات، خدنا ماتيريال وعارفين ان اي اجهاد عندنا هو لود على اريا. اي اجهاد لود على اريا، يعني النورمال ده، النورمال ان انا لو جيت قلت لك انا عندي قوه كده، خلينا بقى نقول ان انا لو عندي مساله بالشكل ده، كاميرا فيها قوه بتشد بالشكل ده، القوه دي نورمال فورس، هتظهر ايه في القطاع؟ هتبان نقطه زي ما اتفقنا. يعني بتعمل اجهاد على القطاع منتظم. ليه منتظم؟ لان حضرتك لو قطعت في اي مكان هنا في القطاع هتلاقي النورمال فورس دي هتبقى كانها بالظبط متوزعه على الاريا. يبقى معنى كده ان الاستريس ان على ايه؟ الان على ايه؟ اريه مين؟ اريه القطاع وليس اريه الكاميرا. يبقى الاستريس بتاعنا لود على اريا، بس خلي بالك اللود لازم يكون عمودي على القطاع. يعني ما احطلكش لود كده مثلا وتقول لي ده هو ده النورمال، لا ده انت عارف ان ده يبقى ايه؟ شير، والشير ده هيعمل مومنت كمان، يبقى انا في عندي مومنت وعندي شير، يبقى ده موضوع تاني احنا لسه ما اتكلمناش فيه. احنا دلوقتي بنتكلم نتيجة نورمال فورس فقط لا غير. يبقى انا عندي الاستريس في الحالة دي هيبقى لود على اريا، الان هي النورمال فورس اللي هجيبها منين؟ هتجيبها من رسمة النورمال فورس ديجرام للكاميرا، لكن الاجهادات هنبدأ نشتغل على مين؟ على القطاع. الاي يبقى انا محتاج الكروس سيكشن اريا بتاع القطاع. طبعا انت هتعرف تحسب المساحة، وفي طبعا محاضرة تانية هننزلها بتتكلم على البروبرس اوف اريا اللي هي اللي انت خدتها في الميكانيكس علشان تحدد لك كل الخواص بتاعة القطاع. طيب الفورس النورمال احنا عارفين ان هي ممكن تبقى تنشن وممكن تبقى كومبريشن، عشان كده حطينا بوزيتيف اور نيجاتيف، بوزيتيف لو كان تنشن، نيجاتيف لو كان كومبريشن. طيب هنيجي على حاجه بقى مهمه اسمها رسمه النورمال ستريس ديستريبيوشن اللي هي توزيع الاجهادات على القطاع. احنا اتفقنا من شويه يا جماعه ان القطاع منتظم، القطاع الاجهاد سوري منتظم على القطاع. الاجهاد منتظم على القطاع. لو احنا رسمنا زي ما كنا بنرسم قبل كده، بناخد اول القطاع اخر القطاع والديتم بتاعنا اهو. لما اجي اسالك اقول لك هو دلوقتي لو انا عندي نورمال قيمته 10 والمساحه دي قيمتها 20 سم، يبقى معنى كده الاسترس كام؟ هتقول لي والله يبقى انا عندي الاسترس، انت حضرتك قلت لي ان على ايه، النورمال عندك ب10 والاريا عندي ب20، يبقى الاسترس بكام؟ 0.5. ممتاز. طبعا النورمال هتحطه نيجاتيف او بوزيتيف على حسب النورمال بتاعي تنشن ولا كومبريشن. يبقى انا عرفت قيمة الاجهاد. هسألك اقول لك هو الاسترس هنا كام؟ تقول لي نص. اقول لك لا معلش، طب فوق هنا كام؟ هو نص برضه، ما هو ثابت. طب هنا كام؟ طب هنا كام؟ طب هنا كام؟ في اي مكان على القطاع هو قيمة الاجهاد نص، لان انت مسكت الاريا قسمتها على المساحة، يبقى انت بتقول لي
كل نقطة في المساحة دي أو كل مكان في الأريا بتاعتك دي كان 2.5. عشان كده قيمة الاسترس لما أسألك هنا قيمة الاسترس كام هتقولي نص، طب في النص هنا كام هتقولي نص، طب تحت هنا كام هتقولي نص، طب هنا كام هتقولي نص. إذا رسمة الاسترس منتظمة مستطيل وقيمتها إن على إيه اللي هي إحنا مثلا في المثال بتاعنا نص، وهنحط سالب أو موجب على حسب إشارة النورمال فورس، ويبقى ده شكل الاسترس. هتقولي طب ليه ما رسمتوش كده؟ يعني ليه ما خدتش خط في أول القطاع الناحية دي وخط في آخر القطاع الناحية دي وعملت الدتم بتاعي ورسمت النص؟ أقول لك لا ارسمه. طب ليه ما رسموش مايل مثلا كده؟ أهو سالب أهو، والتهشير بتاعنا اللي إحنا كنا بنعمله أهو ده إن على إيه؟ يا عمي أنت حر، ارسمه في أي حتة تعجبك، لأن الإجهاد ثابت اسمه يونيفورم ستريس. مظبوط. يبقى الاجهاد الثابت ده اسمه ايه؟ يونيفورم ستريس. يبقى انا محتاج ان انت ترسم رسمه النورمال ستريس ديستريبيوشن اللي هي توزيع الاجهادات على القطاع، وتخلي بالك ان في فرق بين النورمال ستريس ديستريبيوشن والنورمال فورس دايجرام اللي انت كنت بترسمه قبل كده. النورمال فورس دايجرام اللي كنت بترسمه قبل كده ده عشان اطلع الانترنال فورسز على الكاميرا نفسها، لكن انا دلوقتي بعد ما طلعت الانترنال فورسز دخلت في خطوه بعدها وهي الاسترس اللي على مين؟ اللي على القطاع، عشان كده رسمت له نورمال ستريس ديستريبيوشن. اعتقد ان ده درس بسيط ما فيهوش اي حاجه. تعالوا نشوف مثال دلوقتي. لو انا عندي مثال مديني فريم ولينك ممبر وبيقول لي محتاج حضرتك ترسم النورمال ستريس ديستريبيوشن لللينك ممبر ده. طبعا احنا عارفين ان ده اللينك ولا ايه؟ وهتكونوا مش عارفين. طبعا ده اللينك تمام. عايز ارسم نورمال ستريس ديستريبيوشن اعمل ايه؟ حضرتك تشتغل شغلك العادي زي ما كنت بتعمل زمان. حضرتك انا لازم اقطع في اللينك. طب هقطع في اللينك ازاي؟ دي انترميديت هنج، يبقى انا هاخد المومنت رايت هفرض فيه فورس هنا ار، صح؟ الار دي هتتحلل هتبقى ار في ساين الزاوية دي، يبقى ار في 4/5. هاخد المومنت عند الانترميديت هنج اللي هي سي رايت، بسميها المومنت عند سي رايت، يبقى انا عندي 10/6 زائد 3 الحمل الموزع في 6/3 ناقص ار في 4/5/3. طلعت منها قيمة مين؟ الار. حضرتك الار اللي انت طلعتها هي قيمة الفورس اللي موجودة في اللينك ممبر. مظبوط. يعني ايه تطلع الار بالبوزيتيف؟ نفتكر مع بعض، يبقى الفرد اللي انا فرده صحيح. طب الفرد اللي انا فرده ده كده كومبريشن ولا تنشن؟ كومبريشن. مظبوط. يبقى انا كده حليت المسألة، طلعت الانترنال فورسز اللي انا عارفه من الترم اللي فات. امال هو طالب مني ايه؟ طالب ستريسز. يبقى انا لازم احسب الستريسز. اول حاجة عندنا اسمها، يعني نخلي خطواتنا بقى كده ثابتة عشان نبقى عارفين، عندنا حاجة اسمها الستريننج اكشن. دي أول حاجة أنا هحسبها. يعني إيه ستريننج اكشن يا جماعة؟ الستريننج اكشن اللي هي الانترنال فورسز، ستريننج اكشن أو انترنال فورسز اللي هم مين؟ نورمال ها ام اكس، أيوه، ام واي، ام زد، كيو اللي هو الشير. طب أنا اللينك ممبر ده لما قطعت فيه هل اتولد أي حاجة من الحاجات دي؟ لا. أمال اتولد إيه؟ فورس واحدة في اتجاه الممبر اللي هي تعتبر نورمال فورس. يبقى النورمال فورس عندي ب 47.5، وليه حطيت سالب؟ عشان هي طالعه معايا كومبريشن، مش علشان هي طالعه بالموجب احطها انا سالب، مفيش الكلام ده. هي طالعه انا فرضتها كومبريشن، يبقى حطيت الاشاره سالب. تاني خطوه عندي هحسب البروبرز اوف سيكشن، خواص القطاع. هتقول لي يعني ايه خواص القطاع؟ اقول لك انا عايز احسب انت دلوقتي الاستريس هيساوي ايه؟ لود على اريا، لود على اريا. اللود على الاريا يبقى انا محتاج احسب اريا القطاع. فين القطاع؟ اهو. ايه القطاع ده؟ اقول لك ايوه احنا راسمينه خط، الخط اللي هو سنتر لاين ده، لكن هو في الحقيقه انا لما قطعت هنا ده شكل القطاع، يبقى انا رسمته لك بره عشان تبقى عارف ان ده شكل القطاع. مساحه الدايره اللي بره طبعا ناقص مساحه الدايره اللي جوه. هروح احسب الاستريس ان على ايه؟ لان سالب 47.5 على 293 طلعت سالب 0.12 طن على السنتيمتر سكوير. طيب هو بيقول لي حضرتك
عايز ارسم الاستريس. رسمت الدايره بتاعتي، خط في اول القطاع، خط في اخر القطاع، وادي شكل الاستريس، اشارته سالب وقيمته 0.12. مبقاش اسهل من كده. المطلوب التاني بيقول لي اعمل تشيك على الاستريس اذا كان الالاوبل نورمال استريس 1.4. يعني ايه؟ دلوقتي يا جماعه احنا القطاع بتاعنا ده ماتيريال، ممكن يكون خرسانه، ممكن يكون حديد، ممكن يكون ايا كان نوع الماتيريال بتاعتي. علشان انا دلوقتي في اجهاد واقع على القطاع، انا هستفاد بيه ايه الاجهاد ده؟ حضرتك ده مهم جدا حتى بعد كده ليك لما تتخرج تبقى تشتغل في التصميم. انا دلوقتي في واحد عامل عمود 30 في 30، واحد عامل عمود 40 في 40، مين اللي يحكم ما بيننا؟ مين اللي يحكم ما بيننا؟ الاسترس. مين اللي يقول لي؟ هو الاسترس. حضرتك انا بشوف الاسترس بتاعي، انا لو الـ القطاع ده مصنوع مثلا من الحديد، رحت شديته، شديت القطاع، شفت استحمل قد ايه شد، فضلت اشد فيه، وديته المعمل، قعدت اشد في القطاع لحد ما اتكسر نتيجة الشد، وضغطت القطاع تاني لحد ما اتكسر نتيجة الضغط، فانا كده عرفت هو يقدر يشيل قد ايه شد ويقدر يشيل قد ايه ضغط. ده اسمه ايه؟ الالاوبل ستريس، الاجهاد المسموح به، 1.4 طن. طب هل هو قال لي تنشن ولا كومبريشن؟ ما قاليش. لو انا قلت لك الاوبل نورمال ستريس وسكت، يبقى انا بقول لك هو بيشيل في التنشن 1.4 وفي الكومبريشن 1.4. طبعا ده مش طبيعي بس ماشي، ممكن اقول لك لا، في الكومبريشن بيشيل كذا وفي التنشن بيشيل كذا. خلاص، يبقى انا بقول لك هنا الاستريس طلع كام؟ 0.12. ده الاستريس الاكتوال، ده اللي على القطاع اللي انت حسبته نتيجة القوة اللي موجودة على القطاع بمساحة القطاع، طلع 0.12. طب الالاوبل كام؟ 1.4. يبقى خلي بالنا من الوحدات، 1.4 طن سنتيمتر سكوير. طب ده سيف ولا لا؟ طبعا سيف. طب امتى يبقى ان سيف؟ نفرض ان انا قلت لك، نفرض ان الاجهاد ده طلع لي 1.5. لو طلع 1.5 والالاوبل كام؟ 1.4، يبقى ان سيف. طب يعني ايه انسيف؟ يعني اعمل ايه؟ يعني القطاع اللي حضرتك حاطه ده هيتكسر، لازم تاخد قطاع اكبر ولا اقل؟ فكروا كده معايا، اكبر ولا اقل؟ هو انا عايز ازود الاجهاد ولا اقلل الاجهاد؟ ده انا عايز اقلل الاجهاد، لان 1.5 ده كبير، فانا لازم اعمل ايه في الاريا؟ اكبر الاريا او اقلل الفرص. طبعا اقلل الفرصة دي الاحمال اللي موجود، لكن انا عايز اكبر مين؟ الاريا. فهمنا دي؟ مسألة بسيطة. تعال نشوف كمان مثال. مديني فريم بالشكل ده، مدي لك قطاعين للفريم، مدي لك قطاع اسمه سيكشن واحد وقطاع اسمه سيكشن اتنين. طب ايه المطلوب؟ بيقول لك انا عايزك تختار القطاع المناسب لللينك ممبر. لينك ممبر فين؟ اللينك ممبر عندنا يا جماعه، ده سي دي ده لينك، واف جي ده لينك، هل اي بي ده لينك؟ طبعا لا، ده مش لينك. عايز اختار القطاع المناسب لللينك ممبر، ومدي لك الالاو بالنورمال ستريس 1 و2. طيب اعمل ايه؟ قبل ما نعمل اي حاجه، انا عشان اعرف القطاع لللينك فانا لازم اشوف الفورس اللي شايلها كل لينك كام. ده لينك ممبر يبقى اكيد فيه فورس، ده لينك ممبر اكيد فيه فورس في اتجاهه، ده مش لينك ممبر يا جماعه، ده ايه؟ ده هنج سبورت عادي، يبقى ليه اكس ايه واي ايه، وهنا طبعا واي دي، وهنا واي جي. محتاج احسب بري اكشن، محتاج احسب رياكشن. طبعا هاخد سمشن مومنت عند الاي رايت، ايوه، هطلع الواي جي، هاخد المومنت عند اي، هطلع الواي دي، سمشن اف واي وسمشن اف اكس، هطلع الواي اي والاكس اي، بس انا مش عايز الواي اي والاكس اي، طبعا دي هتتحل اكيد. انا مش عايز الواي اي والاكس اي، انا عايز يهمني الواي دي والواي جي، لان انا مطلوب مني احل مين او اطلع الاسترس على مين؟ على اللينك ممبر بس، ما طلبش مني حاجه تانية. طيب تعال نشوف، خدت سمشن المونت ده طلع لي 50 حوالين الاي رايت، خدت المونت عند ايه؟ طلع لي 233. ممتاز. هعمل ايه بعد كده؟ ايه الاسترينينج اكشن؟ ايوه، ايه الاسترينينج اكشن؟ نرجع للمساله، والله ده لينك،
واللينك الاولاني اللي هو سي دي كام؟ 233. كومبريشن ولا تنشن؟ هو دي كده كومبريشن ولا تنشن؟ كومبريشن. ده طلع كام؟ 50. كومبريشن ولا تنشن؟ كومبريشن. خلاص، يبقى انا عندي سالب 233 ده بالنسبه للسي دي، و50 بالنسبه للاف جي. طيب انا عندي كام قطاع هو مدهم لي؟ 2. جبت مساحه القطاع الاولاني طلعت 700، مساحه القطاع الثاني طلعت 2400، وابتدي اشتغل. اشتغل ازاي؟ قال لي فور لينك سي دي. طيب هبتدي باللينك سي دي. انا عندي الاستريس ان على ايه؟ النورمال سالب 233، هرية القطاع الاولاني كام؟ 700، طلعت لي سالب 0.33. طيب هرية القطاع الثاني كام؟ 2400، طلعت لي سالب 0.09. اللي انا مدي لك الالاب والواحد واثنين، صح؟ طيب ده اصغر من واحد واثنين وده اصغر من واحد واثنين، هما الاثنين سيف، تختار مين؟ القطاع ده ولا القطاع ده؟ واحد ولا اثنين؟ اختار مين؟ طب اختار بناء على ايه؟ حضرتك الاثنين صح، الاثنين صح، اخترت القطاع رقم واحد صح، اخترت القطاع رقم اثنين صح. بس في واحد مهندس شاطر، واحد مهندس خيبان. ايه حضرتك؟ انا ده قريته كام؟ 700، وده قريته كام؟ 2400. مين اغلى؟ اكيد اللي قريته 2400 اغلى. اغلى ليه؟ لو احنا بنتكلم ان ده نفس الماتيريال، ان ده مديك نفس الاستريس، لو انا متكلم ان انا هشتري قطاع مساحته 600 يبقى اكيد وزنه هيبقى كبير، فانا بالتالي هدفع 700 والتاني 2400، 2400 وزنه اكبر من ال 700 فبالتالي هدفع فيه اكتر. يبقى حضرتك لما تيجي تختار لازم تختار نتيجة حاجتين، سيف، ودي رقم واحد، رقم واحد تبقى ايه؟ تبقى سيف، عشان ما نلاقيش العمارة واقعة فوق دماغنا ولا نلاقي عندنا اي مشكلة. وبعدين تدور، لو انت سيف تروح تدور على ايه بقى؟ على الايكونوميك، ان انت تبقى راجل اقتصادي. انا عندي الاتنين سيف، خلاص بدل الاتنين سيف، ده سيف وده سيف، يبقى اختار الايكونوميك. الايكونوميك اللي هو مين؟ اللي هو سيكشن واحد. طيب اللي انا عملته على القطاع رقم واحد او اللينك رقم واحد راح اعمله على اللينك رقم اثنين. لكن انا بصراحه ما بحبش طريقه الحل دي، بحس ان هي طريقه سيستماتيك بتاعت واحد حافظ، عايز حد فاهم. هعلن حل تاني خالص. بصوا بقى دلوقتي انا عندي النورمال بكام؟ احنا جبناه 233. طيب ايه رايك لو انا وانا عايز اختار ما بين اريتين، صح؟ الاريا الاولانيه ب 700 والاريا الثانيه ب 2400، مظبوط؟ طيب انا عندي الاستريس لود على اريا، الان عندي مفيش فيها اي مشكله، الان عندي الاريا انا مش عارفها. طيب ايه رايك لو فرضت ان الاستريس هو الالوبل؟ ايه ده يعني ايه؟ يعني انا هقول ان الاجهاد اللي موجود عندي هو اكبر اجهاد ممكن يحصل، اللي هو المسموح بيه، اللي هو كام؟ 1 و2. يبقى انا فرضت الاستريس هيبقى هو مين؟ الالاول. معنى كده ان انا هطلع مين؟ الاريا. الاريا اللي طلعت لي كام؟ 194. خلينا بقى نفكر كده بالراحه، الاريا اللي طلعت 194 ينفع اقل عنها؟ يعني هي طالعه 194 و4 من 10، ينفع احط يا جماعه 194؟ لو الاريا قلت الاستريس ده هيحصل فيه ايه؟ هيزيد، لان العلاقه عكسيه. طب انا ينفع ازود عن 1 و2؟ طبعا لا. يبقى حضرتك لما تيجي تختار مساحه اكبر من 194 و4 من 10. طب دي 700 ودي 2400، الاثنين ينفعوا، اختار مين؟ الايكونوميك اللي هو مين؟ ال 700. يبقى انا حليت المساله في سطر. يعني مثلا نيجي على اللينك الثاني، اللينك الثاني طالع 50، الفورس كانت طالعه 50، صح؟ على الاريا برضه انا هعتبر ان الاستريس 1 و2، يبقى الاريا اللي هتطلع كام؟ يبقى انا عندي 50 على 1.2، الاريا طالعه 41. دي الاريا اللي انا محتاجها، دي الاريا اللي انا ايه؟ محتاجها. طب دي طالعه في عندي واحده 700 وعندي واحدة تانية كام؟ 2400. لا، الاتنين أكبر من مين؟ من 41، يعني الاتنين ينفعوا. برضه اختار مين فيهم؟ الايكونوميك اللي هو سيكشن رقم واحد.
يا رب تكونوا فهمتوا الحل ده، حل بسيط مفيش فيها مشكلة. مسألة كمان، مديني تروس. طبعا احنا عشان لسه في المحاضرة الأولى، فأنا عمال كل المسائل اللي بديها لك يا بديك لينك ممبر يا بديك تروس، علشان انت عارف اهو اللي احنا ما خدناش غير النورمال بس. هو بيديني دلوقتي تراس، والتراس بتاعي بيقول لي انا عايزك تحسب الماكسيمم لود بي. هو مديني تراس وعايز يحط عليه احمال، الاحمال دي هنا بي، هنا 2 بي، هنا بي، هنا 8 بي، لو دي سوري كانت 4 بي، هنا 4 بي. طيب انا عايز اشوف البي بكام. طب انا هعرفها منين دي يا جماعه؟ هو بيقول لي الالاوبل ستريس للتراس، اي ممبر في التراس الالاوبل بتاعه كام؟ 1.4. عايزين نفكر مع بعض شويه. حضرتك احنا خدنا التراس قبل كده، وعارفين ان التراس بيطلع فيه الانترنال فورس، هيطلع لي فورس في كل ممبر من الممبرز دي، كل ممبر من التراس هيطلع فيه فورس. طيب انا عايز التراس اقصى اجهاد ليه 1.4. يبقى حضرتك عشان توصل ان اقصى اجهاد او اخر حاجه بالنسبه لك 1.4، يبقى لازم اطلع كل الفرص اللي في التراس، لازم اطلع كل الفرص اللي في التراس. عشان كده انا عملت ايه؟ طلعت لك كل الفرص اللي في التراس. ايه ده ازاي؟ اقول لك بالراحه بقى. حضرتك احنا خدنا الترم اللي فات ان احنا عندنا طريقتين، يا طريقه الجوينت يا طريقه السكشن. تفتكر مين اسهل في الحاله دي؟ انت بتطلع كل الفرص، يبقى لازم تشتغل بطريقه الجوينت. طبعا اول حاجه هحسب الرياكشن، خدت المومنت عندي ايه، طلعت الرياكشن طلع لي هنا بي سمشن اف واي. طلع هقول لك على طريقه سهله جدا علشان تطلع بيها الفرص اللي في التراس من غير اي حاجه. ازاي حضرتك تطلع الفرص اللي في التراس؟ بطريقه الجوينت، تبدا تمسكها نقطة نقطة، النقطة دي من غير ما اطلعها بره بقى واقعد احلل ومش عارف ايه، بالراحة. دلوقتي انا طالع كام؟ 3 بي، ما عنديش اي ممبر هيتزن مع ال 3 بي غير الممبر المايل. الممبر ده لازم يكون نازل، يبقى انا كده جبت اتجاهه. ركزوا معايا تاني، انا وانا واقف عند النقطة دي عندي كام ممبر؟ 2. وانا واقف هنا ممبر اللي طالع كام؟ طالع 3 بي، يبقى لازم ده يكون نازل، ولما يتحلل يبقى 3 بي، صح ولا ايه؟ يبقى الزاوية كام؟ 45 درجة، يبقى 3 بي جذر 2. انا عرفتها على طول، يبقى لازم ده يكون 3 بي جذر 2. جميل. طب واحنا واقفين هنا برضو، انا خلاص جبت ده 3 بي جذر 2، لما يتحلل هيديني هنا كام؟ هيديني 3 بي، وهنا في كام؟ 4 بي، يبقى فاضل لي كمان بي، يبقى انا عرفت ان ده بي، طبعا ده زيه بي. خلاص الممبر ده بكام؟ زيرو، وده بكام؟ زيرو، اللي احنا عارفينهم من الاول. اجي اقف عند النقطه دي اللي ما فهمش يركز معايا تاني، نازل بي اهو بره كده، انا جايب ده 3 جذر 2 هيتحلل، يبقى طالع طالع. ها ليه طالع؟ عشان السهم بتاعه هيبقى طالع، ده طالع كومبريشن، هيبقى 3 بي. يبقى كده محصلتهم كام في الاخر؟ كده انا طالع عندي 2 بي. يبقى فين اللي هيتزن معاه المايل ده؟ لازم يكون نازل، ها 2 بي جذر 2. ليه جذر 2؟ عشان لما يتحلل، عشان الزاويه عندي 45، عشان لما يتحلل يديني ايه؟ يديني 2 بي، يبقى كده متزن مظبوط. تاني واحنا واقفين عند النقطه دي، نشتغل على الافقي، ده هيتحلل هيجي لي كده 3 بي، 3، ده هيتحلل هيجي لي معاه 2، يبقى لما يتزن يبقى ده كام؟ 5. يبقى لو ده 5 يبقى ده كمان 5. طب ده نازل 2 يبقى ده طالع 2. تعال نقف عند النقطة دي كبيرة كده شوية نركز فيها. احنا جبنا ده نازل 2 بي، وجايبين ده 2 بي جذر 2، لما يتحلل يبقى طالع 2 بي، نازل 2 بي وطالع 2 بي، يبقى ده بكام؟ ملوش لازمة، يبقى ده بصفر. واحنا واقفين عند النقطة دي، داخل كده بي، ده يتحلل يبقى ماشي العكس 2 بي، يبقى فاضل لي بي. معايا ولا ايه؟ تمام. طيب اجي هنا، سوري بقى على الفكره دي، اتجاهها الناحيه التانيه، شفت؟ كل ده كده يبقى دي طبعا زيها على طول، خلي بالنا من الاتجاهات.
وهقول لك هتعرف ازاي دلوقتي. فيها مشكلة؟ يبقى دي كده بي. تمام. طبعا واحنا واقفين هنا خلاص احنا قلنا ده بزيرو، نيجي نقف عند النقطة اللي فوق، احنا جايبين ده 5 بي وجايبين ده 0، مظبوط؟ مظبوط. لما نيجي نقف هنا سمشن اف واي، ده نازل بي، ده 0 وده 0، يبقى ده لازم يكون طالع بي. طب واحنا واقفين هنا في اكس بقى، خلي بالك ماشي كده 5، ده لما يتحلل خلي بالك ده بي جذر 2، ده لما يتحلل يبقى بي مع الـ4 يبقى 5 بي. يبقى انا كده حلي صح. طب واحنا واقفين هنا طالع بي وده نازل بي، لما يتحل يبقى نازل بي، ده ماشي كده بي وده ماشي كده بي، يبقى انا حلي صح. يبقى انا لو ابتديت من نقطة وفضلت ماشي كده لازم تقفل معايا في الاخر. حضرتك اكبر لود طالع كام؟ بص كده هنا، ده او ده اكبر لود طالع كام؟ 5 بي. يبقى انا عندي الماكسيمم فورس اللي طلعت في التراس 5 بي. طب انت مديني الاستريس بيساوي لود على اري، انا مديك الاستريس بـ1.4، يبقى الفورس اللي طلعت لي سالب 5 بي على 20 الاريا، انا كنت مدي لك الاريا في المساله ب 20، او اديك قطاع انت تحسب له الاريا اي حاجه. يبقى انا من هنا طلعت البي ماكسيمم طلعت 5.6. يا جماعه دي اكبر حمل ينفع يتحط على التراس وما يتكسرش عند ستريس 1.4. حضرتك لو حطيت 5.7 التراس ده في ممبر هيتكسر، انهي ممبر؟ هل ده؟ لا. طب هل ده؟ لا. هل ده؟ لا. هل ده؟ هما الاثنين دول هما اللي هيتكسروا. الاثنين دول هيتكسروا ليه؟ لان هما شايلين اكبر فورس اللي هي 5 من البي. فهمت احنا عايزين نوصل ليه؟ رب تكون المحاضرة اتفهمت وتكون محاضرة بسيطة، وإن شاء الله هنحل عليها في السكشن، وهنعمل برضو ندخل نشوف أي أسئلة عندكم تاني على الدرس ده. السلام عليكم ورحمة الله.